ينطلق في 3 سبتمبر المقبل وعلى مدار يومين بمطار العلمين الدولي معرض مصر الدولي للطيران والفضاء في نسخته الأولى وبمشاركة 100 دولة وأكثر من 300 شركة متخصصة في الطيران والفضاء. معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024 في نسخته الأولى على أرض مصر، حدث عالمي فريد في مجال الطيران والفضاء في إفريقيا والشرق الأوسط بمشاركة أكثر من 100 دولة وما يزيد عن 300 شركة وجهة من أكبر مصنعي الطيران وصناعات الفضاء حول العالم، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. يعرض به عدد كبير من طرازات الطائرات المختلفة، مدنية، عسكرية، موجهة، بساحة العرض المكشوف، وعروض جوية احترافية لنخبة من فرق الاستعراضات الجوية العالمية في جو من الإثارة والتشويق في الفترة من 3 وحتى 5 سبتمبر 2024 بمطار العلمين الدولي.